حبيب سائل كريم يسأل يقول: عندي 6 من الأولاد وأنا أعمل باليومية، فبالتالي رزقي ليس بواسع يعني، ويقول: أريد أن أنظم النسل، فهل يجوز لي العزل أم لا؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام ال بيته العظام المستكملين الشرفه. يعني ان تسمح لي المساله سيكون فيها بعض التفصيل. نعم. ان سمحت حضرتك، فوق العين والراس. يعني هذه نعم. المساله من شقين: شق الاول مساله الرزق، الرزق مضمون مكفول، بالضبط. الرزق في السماء مكتوب. نعم. يعني فورب لا يمكن السماء والارض انه لحق. ممتاز. نعم. العربي سمع هذه الايه: ورب فورب السماء والارض انه لحق. نعم. عندما قال وفي السماء، ما قال في الارض. نعم. ما حد يسلب منك رزقك وهو في السماء. قالوا في السماء للطمأنينة القلب، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. العربي قال: من حمل الجبار على أن يقسم في أمر قد قاله. انتهى، لأن الله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. وقال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ولذلك في سنة الطبراني في الطبراني بسند صحيح في معجم من معاجم الاوسط اعتقد، ان لم اكن مهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرزق لا يسعى خلف المرء مثل ما يسعى خلفه الموت. الله الموت الله. يتخلف؟ سبحان الله، ما ايش ممكن يتخلف؟ اذا الرزق لن يتخلف. برساله اطمئنان للجميع الكرام، بالذات في ظل الغلاء، في ظل البلاء. ممتاز. الرزق ياتي قطعا ويقينا. لا يمكن ان ينقطع عن احد بحال من الاحوال، والله قد اوجب على نفسه ذلك سبحانه جل في علاه. لذلك الحسن البصري لما طرح التمر وباعها ففاز ببعض الـ 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 يعني رواج السلعه، قالوا له: انكس، يعني اليوم يومك. نعم. قال: ولما؟ علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فاطمأن قلبي. سبحان الله. فأنا أريد للأخ الكريم أن يأخذ مسيس العقيدة في الباب. نعم. أن يعتقد في الله جل في علاه. قد قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قال الله تعالى: يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق من دخول السماوات الأرض ما يغيدها نفقة. نعم. ولذلك قال: يا ابن آدم أنفق عليك. فأما مسألة الرزق فلا تعبأ بها. نعم. ما عليك إلا أن تقول بقول الله تعالى: فامشوا في مناكبها. خذ بالسبب اليسير، تأخذ بالسبب اليسير وسترى الرزق يكفيك ويكفي أهلك في هذا البلد. الأمر الثاني مسألة العزل. مسألة العزل فيها ثلاث أقوال. القول الأول أنها حرام، محرمة، لقول الظاهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العزل هو الوأد الخفي. نعم. قال: ده الوأد الخفي، انت بتقتل تخصيب بويض اهو الان على مشروع خلق من خلق الله جل وعلا. فقال: ده الوأد الخفي. وصحيح ان هذا قول ضعيف، لان النبي اباحه، لكن اباحه بضوابط وشروط. الحره لا يجوز العزل عنها الا بعد اذنها. الحره لا يجوز العزل عنها الا بعد اذنها في هذا الباب. نعم. فيها مضره من ناحيتين، لان هي اصلا لها هدف مقصد اسمى من من من, من الوطء في الولد الصالح، ولها ايضا كفايه. هذا صحيح. العزل يضرها عند الجماع، فهذا ضرر، فلا بد ان يستاذن. الامر الثاني هو ان نقول بالنسبه للعزل، سامحني على التدخل في هذا، لكن حتى ان كان يعني ان ظل معها الى ان تنتهي شهوتها يضر بها ايضا، يضر بها، لابد ان يستاذن بها. هي تجد لذة عند الانزال، يعني سامحني، عند الجماع والوقت تجد لذة وهو معها. سبحان الله. بيكون فيها سبحان الله، وجعلها سكن. اي نعم. وبيكون الامر فيه ما فيه من استشعار الانس واللطف، وان هو هذا هو الذي راى منها من لم يرى ابوها واخوها وابنها. نعم. وكان معها في حال ما يمكن ان تكون في هذا الحال الا معه. فاصلا ايات الله نشر اواصر المحبه. نعم. تقوى جدا في هذا الباب. نعم. فلابد من اذنها. الامر الثالث ان نقول ان كان المقصد في العزل هو قطع الناس مخالف لمقصد الشريعه او التنظيم على ما يسميه، لان التنظيم ده معناه ايه؟ معناه التعميه، زر رماد في العيون، تعميه على انه يريد يقطع النسل. فبيقول: لا، انت تنظم 3 سنين واربع سنين، ودي ذريعه لانه يقول اكتفينا. ما نريد، من الذي يضمن لك ان اولادك جميعهم ان اولادك جميعهم يعيشون معك في نفس هذه اللحظه؟ سبحان الله. من يضمن لك ذلك؟ الأمر بيد الله جل وعلا. فالحاصل انه في مقصد اصيل في النكاح هنا الان، مش قضاء الوطر فقط. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكسروا فاني مباهم بكم الامم. ده النبي بيقول مباهم بكم الامم. خرج احد الدعاء. نعم. تعليقا على هذا الحديث. نعم. قال: هذه ثقافه سلفيه.
انتشرت بين الناس. والله يا شوف حضرتك حقيقة الناس حتى عندهم جبن في المقاتلة. صدقني يعني انت اصلا عايز تقاتل الحديث وترده ما تستطيعش تتكلم على النبي لان حتى العوام لن يقبلوا منك. ده النبي اللي قال والنبي اللي قال انا بتباهى بكم. فيجعل على الحيطة الواطية عنده زي الهونة. احسن اشتم في دوله غلط. طيب رماحه ورماحه على قد ايدي كما يقولون. فاخد تعالى السقف الذي نعتلي عليه اليوم الوهابية والسلفية. فأنت تجد إما سب في الوهابية إما سب في السلفية. فنقول السلفية ما لها ولك. السلفية ما قالت إني بواهم بكم الأمم يوم القيامة. ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال سيد البشر. سيد البشر. صلى الله عليه وسلم. وبعدين ده وحي من الله جل في علاه. وبعدين أصلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد سواد في السماء قال أمتي؟ قال لا، هذا موسى مع وقوم مع بني إسرائيل. نعم. ثم رفع سواد أعظم منه. فقال النسل فقالوا هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة غير سبق زوال. شوف ده فضل الله. ولذلك النبي يقول في حوضه لكل نبي حوض. نعم. لكن أنا أكثرهم واردا. الله. فهو بيقول مباهم بكم الأمم يوم القيامة أنت. نعم. تقطع. ولماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الرزق تحت ذيل الرمح. نعم. اعتذر. أنا الذي اعتذر إليك شيخنا الحبيب عن التدخل، ولكن لأتعلم من فضيلتك هذه النقطة تحديدا. لو أن الزوجة يعني قال في نفسه ليست مسألة قطع نسل ولا تحديد نسل، وإنما لأتمكن من تربية هؤلاء الأبناء بشكل صحيح ومتابعتهم، لا سيما في ظل الضغوط والمشاغل والانشغالات، فبيقول أنا بروح الشغل كذا ساعة فعشان أقدر أركز مع 3-4 أولاد مثلا. ممتاز. فأركز في تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم وأقدر أكفيهم مؤنتهم يعني. ممتاز. نعم. السنة الكونية طبيعة البشر. نعم. يحاكي غيره. وينظر لغيره. نعم. والتمرس يعطي ثمارا قوية، والتأسي بمن سبق بيجعل الإنسان صاحب الخبرة. أنا مش ممكن أبدأ من أول ما بدأ، لا أبدأ من بعد ما. نعم. يعني من إلى ما انتهى. صح. النبي صلى الله عليه وسلم أنا دليلي على بقى هذا الكلام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيلة. نعم. والغيلة إنه إن هي تحمل وهي بترضع. الغيلة الغيلة أن تحمل المرأة وهي ترضع. فالنبي قال تحمل وترضع. ما هو يرضع في الجنين في البطن. نعم. يرضع في الإيش؟ الطفل الذي يرضع. فكما قلنا يحاكي غيره الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الروم ونظر إلى الحمل مع الجنين، فنهى عن الحمل مع وجود نهى عن الجنين على الحمل مع وجود الرضيع. نعم. لأنه إما يوضع في الرضيع وإما يوضع في الجنين. هذا كان وده من كمال الرحمة يعني. نعم. من النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء. ودي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ودي أيضا أصوليا عند أهل الأصول يقولون، وهنا فيه دلالة على النبي قد يجتهد وقد يخالف اجتهاده. صلى الله عليه. فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالمرأة كما قلت حضرتك. نعم. ورحمة بالجنين أيضا. قال نهيت عن كنت قد نهيتكم عن الغيلة. نظرت إلى الروم فوجدتهم يغيلون ولا يؤثر لا على الجنين ولا على الرضيع. نعم. إذن فأباح الغيرة، أباح أن تحمل المرأة وهي ترضع. فحقيقة الأمر هذا لا يؤثر بحال من الأحوال. إذا تقاصرت الهمة يبقى أنا المخطئ، أنا الذي أبني في شخصيتي. نعم. أنا الذي أبدع، أنا الذي أنظم وقتي، أنا الذي أعرف كيف أتعامل مع الصغير وأتعامل مع الكبير وما وقت هذا وما وقت هذا. أنا أدبر المسألة. نعم. الآن ترجع علي أنا وعلى إبداعي أنا. نعم. في هذا الباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن نحن عندنا هذه تعتبر صورة من أروع الصور، حامل وترضع. نعم. فهو قال إما يضر الجنين في البطن لا يصل له حقه، وإما يضر الطفل الرضيع لأن الجنين قد أخذ من أمه فيقل اللبن. م. الذي ساب في ثديها. ولا هذا حدث ولا هذا حدث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك وسيرجع للتأصيل العام. مباهم بكم الأمم يوم القيامة تناكحوا تكسروا. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنكم شيخنا الحبيب.